لا زال اسم منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك يتصدر محركات البحث، لا سيما بعد مقاضاة ابنتها لها على خلفية تبديد مبلغ مالي، إلا أن هذه المرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح صادم للأم حول نيتها في الإقدام على خطوة الزواج مرة أخرى. وفي التفاصيل، أكدت منى السابر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على سناب شات أنها تنوي الزواج مرة أخرى، وأن هذه الخطوة مبنية على إيجادها للشخص المناسب، وقالت: إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في انجذاب. وأضافت أن ابنتها حلا مرحب فيها متى ما رغبت بالعودة إليها، قائلة: اللي يبيني أنا موجودة لحين ما الله ياخذ أمانته، وهنا بيخلص دوري. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، وانقسمت آراؤهم بين من هاجم منى السابر وعلق على تصرفها كأم، وبين من اعتبر أن من حق منى الزواج على غرار ما فعل زوجها المنتج البحريني محمد الترك، وأن من حق منى أن تتصرف بقساوة مع ابنتها بعد كل ما قامت به الأخيرة. يذكر أنه كان قد أثار قرار محكمة بحرينية بسجن والدة الفنانة حلا الترك لمدة عام مع الشغل والنفاذ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن الحكم تزامن مع موعد عيد الأم. وقالت في تصريحاتها منى السابر يومها: هذه طعنة في صدري من أقرب الناس لي، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تكون هديتها من ابنتها في عيد الأم هو حكم بالسجن. كما أكدت أنه لا فائدة من تسديد المبلغ المالي الآن، ويجب أن تتنازل حلا حتى يتم إيقاف الحكم. وأضافت منى السابر أنها صدمت لعدم تنازل ابنتها عن القضية، وأنكرت أنها تعلم ذلك رغم أنها ذهبت للمحكمة للوقوف ضدها. وكانت الفنانة الشابة قد اتهمت والدتها بصرف المبلغ المالي على مدار الأعوام الفائتة التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها، في حين أكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها محمد الترك لأكثر من عام ونصف العام. وفي وقت سابق أكدت منى السابر عبر حسابها على إنستغرام أن الحكم نهائي ولا مجال للاعتراض عليه سوى بتقديم التماس، مشيرة إلى أنها ستطلب بحكم بديل لأنها لا تزال حاضنة للطفل في المدرسة ويحتاج إلى رعايتها.